لو كنت بتدور على تجربة فخرة وعايز تقضي أجازتك بشكل مختلف، يبقى تابعنا في حلقتنا الجديدة النهاردة من فنادق ومنتجعات كل تلات، واتعرف معنا على عالم جديد من السعادة والمفاجآت. اعرف فندقك في فنادق ومنتجعات كل تلات مع منفيس. منتجع حلقتنا النهاردة هو المكان المناسب لأصحاب الأذواق الرايقة وعشاق كسر الأجواء الروتينية، يعني منتجع كيفز بيتش ريزورت هو المكان المناسب ليه. كيفز بيتش ريزورت أدلت أونلي هو واحد من أجمل وأفخم المنتجعات فئة الخمس نجوم، وبيقع المنتجع في منطقة الأحياء بمدينة الغردقة على مسافة 17 كيلومتر من نيو مارينا وحوالي 27 كيلومتر من مطار الغردقة الدولي. وانت في كيفز بيتش ريزورت هتعيش تجربة مختلفة وسط أجواء المنتجع البرية وتصميماته الحجرية الجميلة، وتحس نفسك داخل فجوة زمنية هتنقلك معاها لعصر الكهوف والديناصورات. وبالنسبة للإقامة في كيفز بيتش ريزورت، فإيه رأيك لو تكسر روتين الغرف والأجنحة الفندقية وتقضي أجازتك جوه الكهف؟ وده لأن جميع الغرف والأجنحة المتوفرة داخل المنتجع بتتميز بأنها مكيفة ومجهزة بكل وسائل الراحة الحديثة، فالمنتجع بيتميز بتصميماته الحجرية على شكل كهف، ولكنه كهف مجهز بالمفروشات والديكورات الأنيقة اللي هتدخلك جوه تفاصيل الحكاية. وبتتميز جميع وحدات الإقامة داخل المنتجع بأنها مكيفة ومجهزة بكل وسائل الراحة الحديثة اللي ممكن تحتاجها خلال فترة إقامتك، من شاشة تلفزيونية حديثة، شبكة واي فاي، ميني بار بالإضافة للأدوات اللازمة لتحضير الشاي والقهوة، وحمام خاص مع لوازم الاستحمام الضرورية ومجفف للشعر، ده غير الإطلالات الرائعة اللي على حمام السباحة خاص بالمنتجع. وطبعا الأجازة حلاوتها ما تكملش من غير وجبة لذيذة على ذوقك، وعلشان كده كيفز بيتش ريزورت بيوفر لك مجموعة متنوعة من المطاعم اللي بتقدم لك تشكيلة لذيذة وشهية لأجمل النكهات العالمية والمحلية. ومن أهم مميزات كيفز بيتش ريزورت هي إمكانية الوصول للشاطئ الرملي الخاص بالمنتجع، وهو شاطئ رملي مجهز بالشمسيات واللونشات المريحة بالإضافة للأنشطة المائية المتنوعة ورحلات الغوص الحماسية، ده غير الفئات المتنوعة من حمامات السباحة الواسعة والمجهزة بالشمسيات واللونشات المريحة اللي هتساعدك على الاستمتاع بأجواء المنتجع الهادية، بالإضافة لوجود صالة جيم واسعة وعصرية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واستنونا في كل جديد من مقترحات فنادق ومنتجعات كل تلات مع منفيس.